السلام عليكم الدراري، بخير هاني. نتمنى كل شيء يكون مزيان. بارطاجيو اللايف واحد جوج دقائق ان شاء الله، واحد جوج دقائق غنبداو ان شاء الله. بارطاجيو اللايف، كلشي بارطاجي، كلشي بارطاجي. اللي عنده شي صاحبو هادي سوا بيوف ايكونومي، هادي بارطاجيو المعلومه كاملين مع بعضياتكم. هاد الدقيقة غنبداو ان شاء الله. يلا كلشي بارطاجي ان شاء الله، شويه غنبداو. يلا نبداو على بركه الله. بالنسبه للدرس اللي سويت انا، الدرس درناه في الدوره الاولى، دابا غندير واحد ريفيزيون جينيرال بالنسبه لهذا الدرس. بالنسبه للمراجعه ديال الدرس يعني غنبدا بجميع الاسئله اللي ممكن تحط في الوطني، وكل سؤال كيفاش غنجاوبو عليه. يعني غنحاولوا نديرو اي سؤال كيفاش كيتحط في الوطني، واي سؤال غنديرو يعني الطريقه كيفاش غنجاوبو عليه. اسهل طريقه ممكنه نديروها باش نحاولوا نجمعوا النقيطات ديالنا. تبع معايا مزيان هنا، شوف. بالنسبه للدرس ديال لي سويت، لي سويت قريتهم العام اللي فات، انا ندير راسي بحال اللي عمركم قريتوهم وغنعاودهم. بالنسبه للي سويت، لي سويت اول حاجه خصك تعرف عليهم هي كيفاش تحسب حدود ديال المتتاليه. مثلا كيعطيك في الاول، دابا نتوما لي سويت اللي عندكم اللي غتخدموا عليهم بزاف هي اللي معرفه بشكل يو ان بلس ان ايغا اون فونكسيون ديال يو ان. مثلا يو ان بلس ان كتساوي شي حاجه، ولونسومبل اللي كنخدم فيه اما كيقول لك ان ابارتيال لونسومبل ان، يعني لونسومبل دي نومبر اونتي ناتورال، يعني مجموعه الاعداد الصحه الطبيعيه. ملي كنقول لك ان يعني هي الزيرو الواحد الجوج ثلاثه الى اخره. ولا كتخدم في شي حاجه داخل ان، ما كتخرجش من ان. شوف معايا مزيان هنايا، دابا كيعطيك في الاول يو ان بلس ان كتساوي واحد التعبير، وكيعطيك الحد الاول، كيعطيك يو زيرو. اللي كنتي خدام في ان غيعطيك يو زيرو، حيت الزيرو هي الاولى. عطيتك ان اطوال، اش كاين ان اطوال؟ يعني الزيرو ما كاينش، يعني منين غتبدا؟ غتبدا من الواحد. مزيان، غالبا كنخدم في ان ولا ان اطوال. مثلا عطيتك ان اطوال موان زان، يعني اش كنعني هنا؟ كنعني كيبدا من اول عدد في هاد لونسومبل هو زيرو، كيعطيك الاول ديالو، التيرم الاول ديالو هو زيرو. عطاك ان اطوال، الزيرو ما كاينش، يعني غتبدا من الواحد. هنا عطيتك ان اطوال موان زان، يعني ما كاينش الزيرو وما كاينش الواحد، يعني منين غتبدا؟ غيعطيك يو دو. مزيان، كيعطيك وكيجي في السؤال. اول سؤال كيقول لك مثلا كالكولي، هنا كيجي يقول لك احسب لي اي واحد و اي جوج. هادي ملي كنبغي نحسب اي واحد كنعوض ان بالعدد اللي قبل واحد، يعني باش غنعوضو بزيرو. الا بغيت نحسب اي جوج غنعوض ان بواحد. انا غندير لكم اكزومبل باش ما تدوخوش. مثلا جيت هنا قلت لك يو ان بلس ان ايغال 3 U1 sur 2 plus 1. عطيتك U0 كتساوي 3. قلت لك هنا كيل كو سوا ان ابارتي لونسومبل ان، هنا باينه غنعطيك ان حيت ما عطيتك 0، كون قلت لك ان اطوال غنعطيك U1. شوف معايا هنا، غنجي في السؤال غنقول لك كالكولي U1، عطيتك U0 قلت لك حسب لي U1 و U2. لا بغيت نحسب اي واحد، شوف واش غنقول ليه. اي واحد ايغال، كنمشي للتعبير اللي عندي، اي واحد بغيت نحسبه كيساوي. قلنا اللي بغينا نحسبه اي واحد باش كنعوضو ان بالعدد اللي قبل واحد هو زيرو، يعني شحال تولي عندك هنا؟ كنمشي للتعبير وغتولي عندي 3 اي زيرو على جوج زائد واحد ايغال. بغيت نحسب واحد عوضت بزيرو. ملي غنبغي نحسب جوج غندير اي واحد، نحسب يو 3 غندير يو 2، يو 4 غندير يو 3، يو 10 غندير يو 9، يو 100 غندير يو 99. يعني فما نبغي نحسب شي حاجه خاص ضروري يكون عندي العدد اللي قبل منها. ملي فما نبغي نحسب شي حاجه
خاص ضروري يكون عندي عدد اللي قبل منه. بغيت نحسب اي واحد غنعوض هنا غتولي عندك اي زيرو اي واحد اي زيرو اي جوج اي واحد اي خمسة اي ربعة اي عشرة اي تسعود. مزيان غتولي عندي ثلاثة على جوج من بعد اي زيرو كنكون عاطيهالك. هاي غتعوضها بالقيمة ديالها هي ثلاثة على جوج فوا شحال عطيتك كتساوي ثلاثة زائد واحد. من بعد نحسب اللي بغيت نحسب نعطي الكالكول اللي عنده مشكل في الحساب اللي كيعرف يحسب بيدو. الضرب كيسبق الجمع، ثلاثة في ثلاثة هي تسعود على جوج، حيت هنا في الضرب ملي كيكون عدد الضرب ديال عدد كسري في عدد كسري اللي ما كان عندك والو في المقام بحال كاين واحد، كضرب البسط في البسط والمقام في المقام. ثلاثة في ثلاثة تسعود، وجوج في واحد هي جوج، زائد واحد اللي بقى لي هي واحد. شوف عطيني الكالكول، ما يبقاش عندك، حط لي غير ارقام صح من بعد عطيني الكالكول. المهم اللي حسبت شي بشكل عام يعطيك 11 على جوج في الاخر. قلت لك حسب لي تا اي جوج. ها رجع للتعبير، اي جوج كيساوي اي جوج كيساوي ثلاثة اللي قبل لي جوج هي اي واحد على جوج زائد واحد كيساوي هي ثلاثة على جوج اي واحد. غنعوضو بالقيمة ديالها، اي واحد شحال خرج؟ هو 11 على جوج زائد واحد. عطيني الكالكول تحسب، عطاك هنا 33 ضرب 3 في 11 33، جوج في جوج 4 زائد واحد. بشكل عام الا حسبتي خرج لك هو 37 على 4. مزيان، نتمنى يكون هادشي دابا حتى هنا مزيان. هذا هو السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني، حل معايا دماغك مزيان دابا هنايا. بالنسبه للسؤال الثاني في الاخر غنصور هادشي كامل وغنلوحو كملخص. في السؤال الثاني، السؤال الثاني هذا هو اللي مهم تركزوا عليه. كيجي السؤال الثاني كيقول لك اما غيقول لك مونتري كو، اما غيقول لك مونتري كو او ان كبر من واحد العدد ا، ولا غيقول لك مونتري كو او ان انفيغور واحد العدد بي، ولا غيقول لك مونتري كو او ان راه بورني اونتر ا اي بي، وقد يقول لك مونتري كو او ان ديفيرون واحد العدد، ولا غيقول لك مونتري كو او ان راه ديفيرون واحد العدد. حتى هو تقدر ديرها. فما تسمع مونتري كو ان راه سوبيريور ولا انفيريور ولا بورني، غتشد هاد الشيء غيتخدم هاد السؤال ديما. عنده طريقة واحد باش كيتخدم، كيتخدم باش بالغيكيغونس الغيزومون باغ غيكيغونس، يعني البرهان بالترجع. باش كنخدم البرهان بالترجع، الله يرضي عليك، سمع كاين واحد هاد الخطوات هادو ديما كيتكتبو، ها الأولى الثانية الثالثة، دائما هاد الثلاثه كاينين دائما ما تنساهمش. الخطوه اللي كتجي سطر الاول كتقول لي بور ان ايغال، هاد ان ايغال كتجي هنا كدير اول عنصر من المجموعه. اش قصدت بهاد اول عنصر بالمجموعه؟ مثلا كنتي خدام في لونسومبل ان، اول حاجه في ان هي الزيرو، غدير ان ايغال زيرو. تمني خدام في ان ايطوال، قلت لك ان ايطوال اي مجموعه فيها ايطوال يعني الزيرو ما كاينش. منين غتبدا من الواحد غتجي هنا غدير ان واحد، عطيتك مثلا ان ايطوال موان زين، يعني ما كاينش الزيرو وما كاينش الواحد تبدا من الجوج، ولكن انت غالبا عندك ان ولا ان ايطوال. كنتي خدام في ان هنا غدير زيرو، كنتي خدام في ان ايطوال غدير واحد اون، وكتحط هذاك التعبير اللي عندك. دابا نوريك غدير هنا، نوريك اش كتكتب اكزومبل، وكدير حدا بي في. اش كيعني بي في؟ بروبوزيسيون فري، وعمر تكون فوس، امبوسيبل تكون فوس، حيت الا كانت فوس ما غيكونش اصلا ريزومون با ريكورونس. حتى ديما غتجي غتقول لي بوغ ان ايكال اون، غتحط واحد اللعيبه انا غنوريك غدير، غدير بي في بروبوزيسيون فري. الخطوة التانية غتجي غتقول لي سيبوزون، نفترض سيبوزون، غتشد السؤال غتحطو كيف ما هو. مثلا قالك بين ان يو ان كبر من جوج، غتقول لي سيبوزون يو ان سوبيريور ا دو. قالك مونتخي كو يو ان كبر صغر من ستة، غتقول لي سيبوزون كو يو ان صغر من ستة. الخطوة اللخرى هي مونتخون كو، مونتخون كو كتكون عندك واحد ال تحت هنا غير ان، كتحيدو كتعوضها بان بلوس ان، كيبقى داكشي كيف ما هو. الرموز هما هما، الاعداد هما هما، كتحيد هذيك ال تحتانيه وكتعوض ان بلس ان. مزيان، شوف دابا دائما الثلاثه كيتكتبوا. ملي كتبدا الخدمه دابا كتجي هنا كيكون عندك مثلا يو ان كبار ولا صغار، كيكون عندك هنا يو ان وهنا يو ان بلس ان، هنا كيكون عندك شي عدد. كتجي كدير هذا مثلا نسميه الاول، هذا الجزء الاول وهذا الثاني. شوف كاين بزاف د الحوايج باش توصل لهادشي، كاين اللي كيدير لونكادغومون. كاين اسهل طريقه انا ننصحك ديرها هي الفرق، عقل بوغ سوبوزون مونطرون كو. هنا غيكون عندك الطرف الاول، هنا الطرف الثاني. اللي بغيتي تحسب ديما كتجي كدير الطرف الاول ناقص الثاني، كدير هادشي اللي عندك هنا ناقص هادشي اللي عندك هنا، وكتحسب ياك. ملي كتحسب كي عندك واحد الحال
كتحسب كاش واحد المقام كتعمم على حساب اش عندك، كيخرجك في الاخر واحد التعبير. هاد التعبير ديما كتشو كدير كتشدو كدير لي ايتود دو سين، ولي تي دو سين ديما في لي سويت، ديما لي في لي سويت، لي تي دو سين في لي سويت عقل مزيان في لي سويت، لي تي دو سين ديما كتخدموا بهداك سوبوزون، هذاك السؤال اللي عندك اللي حطيتيه في الافتراض كتشدو وكتحط عندك وتخدم به. دابا انا باش نوضح لك هاد الامور كامله اللي درت دابا، انت غتعقل لي ثلاثه لي سيتاب الاولين وغتقول لي ديما كنشد الاول ناقص الثاني. انا غندير اكزومبل وغنبدا خدام. شوف انا نقسم ورقه على جوج باش نخدم هنا حداك الاكزومبل كامل باش تفهم. غنعطيك اكزومبل كاع غناخذو من واحد ناسيونال تحت كاع، غنجي غنقول لك هذا 2018 نورمال، هادشي 2018 نورمال غتلقى هاد السؤال. السؤال انا كيهمني غنجي غنقول لك السؤال، غنجي غنقول لك مابقاش كيكتب هذا حيدو، مونطرون كو ولا مونطري كو، مونطري كو ان يو ان بلس ان ايغال، عطاني بعدا كي قبل مونطري كو جهنا عطاني يو ان بلس ان كتساوي 2 سور 3 يو ان بلس 5. جا في السؤال قال لي، في السؤال جا قال لي عطاني يو 0 كتساوي 3. جا في السؤال قال لي مونطري كو ان يو ان inférieur à 15. جاف السؤال قال لي مونتري كو يو ان انفيريور ا 15. سمعتي وحده في الثلاثه، ها هي الاولى هذه ولا هذه، ها باش تخدم بالريزومون با ريكورونس، الخطوه الاولى الخطوه الثانيه الخطوه الثالثه، الا مكتبتيش الثلاثه التمرين خاطئ بلا ما تكمل. الخطوه الاولى غتجي غتجاوبني على السؤال غتقول لي غنقول ليه بور ان ايغال، دابا غتقول لي واش 0 ولا 1، هنا غنقول لك كيلكو سوا ان، هنا غيكون عاطيها لك ان، قلت لك عطاك ان غدير 0، عطاك ان اطوال غدير 1، عطاك ان غتقول هنا يعني بور ان ايغال 0. اون اون بور ان ايغال 0 اون، مزيان اون، غتحط بحال اللي هاد القيمه اللي كتعطيها، عطيتي 0 غتعاود تحسب 0، عطيتي 1 غدير لتحت 1، عطيتي 3 المهم 0 ولا 1، عطيتي 0 شنو عندك هنا اي 0، عطيتي 1 شنو عندك اي 1، شحال تولي عندك دابا هنا اي 0 بحال اللي كتعوض ان بالقيمه ديالها صغر من 15، كتكمل التعبير يو 0 صغر من 15، يو 0 شحال كتساوي في التمرين 3، واش 3 صغر من 15 هادي ديما غتكون صحيحه، انت جيك كتبت بي في هاد السطر الاول عمرتيها انت بوغ ان ايغال، درتي واش 0 ولا 1 اون كتبتيها، تاكدت من داكشي اللي وريتك درتي بي في، مزيان. الخطوه الثانيه غتجي غتقول لي سوبوزون، سوبوزون غتشد السؤال غدير ليه كوبي كولي ما غتبدل فيه والو، سوبوزون كو يو ان انفيريور ا 15، هاي يو ان انفيريور ا ستريكتومون 15 حطيتها. الخطوه الثالثه غتقول لي مونطرون كو، مونطرون كو اش قلنا كنحيدو، هاي قلت لك كتحيد ال تحتاني وكتعوضها بان بلس ان، غنحيدو ان وغتولي عندي لتحت كامله، غتولي عندك غير لتحت ان بلس ان انفيريور ا 15، مزيان هاي حيدت ان وعوضتها بان بلس ان. دابا غنبدا الخدمه، قلت لك الخدمه كدير الطرف الاول ناقص الثاني، ها هو الطرف الاول هاد الثاني، غتجي هنا غتكتب ليا يو ان بلس ان موان 15، قلت لك كاين اللي كيخدم بلونكادغومون اللي كيراه ما كيخرجكش ديما لونكادغومون، هذا ديما غيخرجك. دابا يو ان بلس ان موان 15 ايكال، دابا غنبدا نحسب هادي، باش نحسبها غنعوض الاولى بالقيمه ديالها وغنحط ناقص 15، هادي غنعوضها بالقيمه ديالها، هادي عطيتك شحال كتساوي هاي كتبها هنا، هي دو سو ملي كنقول لك دو سو 3 يو ان، فما تشوف اسمع هاي واحد اللعيبه عقل عليها، فما تشوف ا على بي في يو ان راه هي بحال لي ا يو ان كلشي على بي باش ما تدوخش، مثلا جوج على 3 يو ان هي جوج يو ان على 3، 5 على 7 يو ان هي 5 يو ان على 7، يعني هنا غتجي غدير لي جوج يو ان على 3 زائد 15 او ولا زائد 5 عاد ناقص 15 اللي عندك. دابا هنا تقد تحسب هذا مع هذا تقد نحسبه، يلا تولي عندك جوج يو ان على 3 و5 ناقص 15 هي ناقص 10. من بعد اش خاصني ندير هنا؟ غنوحد المقام، باش نوحد المقام، المقام موحد هو 3، هاد الاولى حيت عندها المقام غتبقى هي هي جوج يو ان، وغضرب 3 فوا 10 فوا 3 هي موان 30، مزيان فوما جدرت. دابا وصلت واحد العدد مبقى عندي ما نجمع، ها وصلت ليه،
قلت ملي غتحسب وغتوصل لواحد التعبير غتشدو غدير ليه ليتود دو سين. ليتود دو سين ديما باش كتخدمو بافتراض سيبوزون، ملي خرج لك عدد فيه البسط والمقام ليتود دو سين كديرو البسط بوحدو والمقام بوحدو. ليتود دو سين قلنا كنديروها البسط بوحدو والمقام بوحدو، كل واحد كندير ليه ليتود دو سين ديالو بوحدو، كندير البسط بوحدو والمقام بوحدو، ما كنخلطهمش. المقام هنا شكون اللي باين انه بوزيتيف؟ شكون اللي باين؟ اللي باين هو اللي ما فيهش يو ان، كيكون فيه غير عدد. هنا المقام اللي باين انه بوزيتيف راه هو المقام هو اللي باين، يعني البسط ما باينش، المقام بوزيتيف شنيش منه. فين بقى عندك مشكل؟ مشكل بقى عندك، المشكل بقى عندك الفوق، المشكل بقى الفوق مزيان، الفوق ديال يو ان اللي بقى فيه المشكل. الفوق اش غندير؟ الفوق غنشدو غندير باش نخدم، نشدو غندير لي شي دوسين باش نخدم ديما بسيبوزون. كنجي كنقول لي اون دابا المقام تهنيش منه، بقى عندي مشكله الفوق اون. شوف هنايا غتجي غتقول لي اون وغتحط سيبوزون، هادشي سيبوزون اللي عندك وغتحطها هايا، حطها حداك هنا هايا. يو ان انفيريور ا 15 اون يو ان، هذاك الشيء اللي عندك حطه ها. دابا هاد الطرف الاول، هاد الطرف الاول اللي عندك هنا هذا خصك ترجعو بحال هذا باش تعرفوا واش كبر من زيرو ولا صغر من زيرو، حتى الرمز غيعطيك واش صغر ولا كبر. هذا تقدر ترجعو هذا بالتعطير، بالتعطير كنمشي يو ان هاي يو ان، كنشوف واش حداها عاد واش زيد منها شي حاجه ولا ناقص عليها شي حاجه. هاي يو ان فاش مضروبه في جوج غنضرب في جوج، نضرب في جوج، كون كانت مضروبه في ثلاثه نضرب في ثلاثه، نضرب في ثلاثه، نضربها في ربعه نضرب في ربعه، نضرب في ربعه، مضروبه في ناقص 6 نضرب في ناقص 6، نضرب في ناقص 6. غير في الضرب نحدي، كان العدد موجب الترتيب كيبقى هو هو، يعني الرمز كيبقى هو هو. كان العدد سالب الترتيب كيتقلب، يعني الرمز كيتقلب، كان اصغر كيولي اكبر، كان اكبر كيولي اصغر. شوف معايا مزيان هنا، دابا هنا نضرب في جوج، يعني غنضرب في 2 هنا، شوف عندي 2 يو ان هنا غنضرب في 2، 15 في 2 في جوج هي 30. هنا كيبان ليا جوج موجب، الرمز بقى ليا هو هو. هاي ولات عندي الاولى، هاي الاولى ولات. اش بقى خاصني ندير؟ نقص 30 نقص 30 نقص 30، كون كانت ناقصه 10 نقص 10 نقص 10، ناقصه 2 نقص 2 نقص 2، زايده 7 نزيد 7 ونزيد 7. فاش كنقص ولا كنزيد ما كيطرى الرمز ما كيطرى ليه والو، يعني غتبقى ليا 2 يو ان موان 30 انفيريور 30 ناقص 30، حيت اللي درتها هنا خاصني نديرها هنا 30 ناقص 30 غتبقى ليا 0. عدد صغر من 0 واش موجب ولا سالب؟ بطبيعه الحال غيكون سالب. ها دابا انا عرفت الفوق كي داير والتحت كي داير، الفوق سالب والتحت موجب، والسالب على الموجب راه سالب، سالب يعني صغر من زيرو. فهم عقل كدروس البسط بوحدو المقام، كون راه كان المقام تو ما باينش غندير خط وغنقول اون، شني غنبدا بنفس الجمله ونبقى نزيد ونقص ونوصل للعدد اللي بغيت. غندير اكزومبل اخر باش يدخل الراس مزيان. شوف مزيان هنا، دابا لقيت الفوق موجب والتحت سالب، غنجي غنكتب واحد ثلاثه الجمل ديما. شوف واحد ثلاثه الجمل ديما كتبهم، دونك الوغ من وراها وجي كتب دو ولا دابخي الغيزومون با ريكورونس لي بغيتي. دونك كتكتب هادشي كيخرج لك، كتشد الاخر كتكتبو. شوف هاد العدد كتكتبو هاهو الاخر اللي وصلتي ليه، جوج يو ان موان 30 سور 3 كي داير خرج؟ خرج سالب على موجب، سالب يعني كيخرج هادشي خرج انفيريور ازار. الوغ اش كتكتب فيها؟ الوغ كتكتب فيها انت كدير هادي هادي هادي، دونك كيخرج هادشي كتكتبو الصغير من زيرو ولا كبر. الوغ كتكتب فيها هاد مونطخون كو، الوغ نفس الحاجة كتشدو كتكتبها. الوغ يو ان بلوس ان انفيريور ا 15، يعني راه بحال اللي كان هادشي سالب، يعني هادشي شاور انفيريور ا زيرو، دونك هادشي راه صحيح. الوغ من ورا هادو بقات لي هادو كتكتب فيها هاد العبارة اللخرى هانت يو ان انفيريور ا 15، وكتزيد حدا داك كيلكو سوا ان ابارتير لونسومبل اللي خدام فيه دابا انا هو ان. دونك الوغ دو، دونك الوغ دو، انت باش تبقى عاقل عليها باش ما تدوخش كتكتب دونك هادي الوغ هادي دو هادي صافي. نتمنى يكون هادشي مفهوم. نعطي اكزومبل اخر باش نتبش معاك هذاك الشيء. نشد الاكزومبل الاخر نشوف شي لي تمرين اخر مثلا، نمشي ديال 2018 غتخباش، هذا السؤال من 2018 غتخباش. اكزومبل 2، اكزومبل 2 من ناتش واخدو من 2018 غتخباش.
شوف معايا مزيان هنا، غنقسم ثاني على جوج باش نخدم على خاطر. غنجي هنا غنقول لك في المعطيات U1 plus 1 كتساوي جوج U1 ناقص 9 على U1 موان 4. غنجي في السؤال ثاني غنعطيك U0 كتساوي 2. هنا غنقول لك كلكو سوا ان ا بارتي لونسومبل ان. غنجي في السؤال نقول لك مونط كو بين ليا، قال لي مونط كو شنو ان يو ان انفيريور ا 3، ان يو ان انفيريور ا 3 كلكو سوا ان ا بارتي لونسومبل ان. مزيان، شوف معايا هنا. مونتري كو يو ان انفيريور 3 كلكو سوا ان ابارتي لونسومبل ان، باش نخدم نفس الحاجه اللي درت قبيله، ريزونمون بار ريكورونس. نخدم ريزونمون بار ريكورونس. مزيان، شوف معايا مزيان هنا. شوف الخطوه الاولى، غنجي غنقول لي بور ان ايغال، غنقول 0 ولا 1؟ غتقول لي 0. علاش 0؟ حيت خدام في لونسومبل ان. اون هاد الزيرو غتعوضو في السؤال اللي عطاك، غتعوضو هنا. تولي عندك او زيرو صغر من 3، و او زيرو شحال كتساوي في التمرين؟ جوج. هاهي او زيرو كتساوي جوج، كتحط القيمة ديالو كتكمل صغر من 3. هاد البروبوزيسيون راه فغي حيت جوج صغر من 3، وديما غتكون فغي. قلتلك الخطوة التانية غتجي غتقول لي سيبوزون، نفترض سيبوزون، وغتشد السؤال اللي عندك غتحطو كيف ما هو. ها هو يو ان انفيريور ا 3. السؤال الثالث او ليطاب الثالثه هي مونترون كو، مونترون كو غنحيد ال تحتاني باش غنعوضها، ان بلس ان انفيريور ا 3. من بعد انا حطيت لجت لي زيت الاولى الثانيه الثالثه. من بعد باش ندير الحساب قلت لك ديما كتشد كدير هادي ناقص هادي، اللي فاهم الطريقه الاخرى يحتفظ بها. يو ان يو ان بلس ان موان 3 ايغال كتساوي، باش نحسب قلت لك كتخلي العدد الثاني ها هو موان 3. نحدي بعض المرات العدد اللي كان فيه موان كيتلاقى مع موان ديال القاعده، شنو عندك بلوس. دابا المهم انا بشكل عام كندير الاول ناقص الثاني. انا حطيت الاول غنعوضه بالقيمه ديالو، هو شحال؟ هو جوج يو ان موان 9 على يو ان موان 4 صافي موان 3. عندي مقام اش خاصني ندير؟ خاصني نوحد المقام. ها انت بشكل عام انت باش توحد المقام، اللي عنده مشكل في توحيد المقام بشكل عام، بغيتي توحد المقام اللي ما كان عندك والو في المقام بحال لي واحد، باش توحد المقام كضرب المقام في المقام، كدير كسر بعدا، كضرب المقام في المقام كيتحط لتحت. يو ان موان 4 فوا 1 يعني اي حاجه ضربتيها في واحد تبقى هي هي، يعني تبقى لك يو ان موان 4. كضرب من بعد هذا في هذا وكضرب هذا في هذا بحال اكس، جدا الطرفين جدا الوسطين. باش توحد المقام كضرب المقام في المقام كيتحط لتحت، كضرب الاول في الثاني والثاني في الاول. إذا ضربت هذا في واحد غيبقى كيف ما هو، غتبقى ليا جوج يو ان موان 9، وغنضرب هذا في هذا بحال شويه عندي موان 3 فاكتور، يعني هادي كامله في هادي فاكتور دو يو ان موان 4. اللي كيعرف النشور ديالي كتشي نشر، ولكن حدا مع ليسين ايكار. هنا غتبقى ليا جوج يو ان موان 9 موان 3 في يو ان هي موان 3 يو ان، وموان 3 وموان 3 موان 4 هي بلوس 12 على U1 موان 4. مزيان فهم الله يفكي شكوانسه شويه من بعد. المهم حاولوا تنكملوا وتبعوا معايا مزيان. هنا بقات لي 2 يو ان موان 3 يو ان موان 9 بلس 12. نحسب الحدود اللي كتشابه نحسبهم. جوج يو ان موان 3 يو ان لحسبتها شحال تعطيك؟ 2 يو ان موان 3 يو ان لحسبتها غتعطيني هي موان يو ان موان 9 بلس 12 هي بلوس 3 على يو ان موان 4
صافي فوالا مزيان. احنا حسبنا كاين هاد الموان تبقى اللي وصلت هنا مزيان. اللي غير بغى يزيد هاد لي طاب يزيدها. كاين اللي يقول لك هاد الموان غتبقى مدوخاني، نقد نعمل بموان الفوق وموان تحت ونختزلهم ونحيدهم. اللي عملت بموان الفوق غتبقى ليا موان، ملي كنعمل بموان لي سين كيتبدلوا، هذا كان فيه ناقص غيتحيد منه، هذا كان فيه زائد غتولي فيه ناقص. ها لتحت تاني اللي عملتي بموان غتبقى لك هنا تاني موان يو ان بلس 4، يعني اش عملتي بموان غتبدلو، هذا ما كانتش فيه موان غتولي فيه موان، هذه كانت موان ولات بلس. هاي غتحيد موان مع موان غتبقى لك يو ان موان 3 على موان يو ان بلس 4. ولي ما بانش لي قد يخلي هذه اللي خلاتها هي مزيان. صافي مفهوم. دابا الفوق، الفوق اللي بغيت نحسب الفوق، شوف معايا الفوق. دابا غندرس دابا هنا ملي غنوصل قلت لك قبيله ملي كتوصل للتعبير الاخر كتشدو كدير لي ليتود دو سين، يعني كدير لي دراسه الاشاره، كتشدو كدير لي ليتود دو سين. هنا باش ندير لي ليتود دو سين غندرس ديال البسط بوحدو ديال المقام بوحدو، البسط بوحدو والمقام بوحدو. هنا باش ندرس لي ليتود دو سين غنقسم، غندير البسط بوحدو والمقام بوحدو. غنجي غنقول لي اون يو ان، نحط السيبوزوني عندي يو ان انفيريور ا 3، هذه ديال البسط، وغنجي نكتب وحده اخرى ديال المقام اون ثاني يو ان انفيريور ا 3. مزيان. هاي يو ان انفيريور ا 3، اللي بغى يخلي هذه خلاه، اللي بغى يخدم بهذه يخدم بها. اون يو ان انفيريور ا 3 مزيان. دابا ها هو البسط، ها هو يو ان مضروبه في شي عدد مضروبه في والو. مزيان. غنجي ديريكت غنقص منها 3 وغنقص 3 من هنا ونقص 3 من هنا، غتولي يو ان موان 3 انفيريور ا 3 موان 3 هي 0. ملي كنقول لك عدد صغير من 0 يعني كيدير، يعني راه نيجاتيف الفوق سالب. المقام بنفس الطريقه غنجي غنقول ها هي يو ان، اش حدا هنا حدا موان، غنضرب ثاني في موان هنا وغنضرب في موان هنا، غتولي موان يو ان سوبيريور ا موان 3. هاهي كان حدا موان ضربت في موان في موان، قلنا فاش كنضرب في موان الرمز كيتقلب، هاهي ولات موان. اش غنزيد عليها دابا 4، غنزيد 4 هنا ونزيد 4 هنا، غتولي موان يو ان بلس 4، غتولي كي دايره سوبيريور ا موان 3 بلس 4 هي 1. صافي مزيان. حدش هنا ناقص 3 زائد 4، غتولي عندك هنا ناقص 4 غتزيد 4 حتى هنا، ناقص 3 زائد 4 هي 1. اللي بغى يخلي هادي راه خلاتها هي صحيحه، اللي بغى يخلي هادي ويحسب بها يخليها ويحسب بها، هي شطي في الاخر الجواب صحيح. انا هادي بغيت نزيدها، هادي اللي وصل لهادي وبغى يحسب بها يحسب بها، يدير نفس الحاجه اللي درت دابا انا هنا. احنا حسبنا مفهوم، خرج ديال الفوق سالب والتحت خرج كبر من واحد، اللي كان كبر من واحد يعني كيدير موجب، ها هو موجب. الفوق سالب والتحت موجب. مزيان. الفوق سالب قلنا والتحت موجب. شنو هما هاد الجمل اللي قلت لك؟ دونك الوغ من وراها دو، دونك شنو؟ دونك كنكتب في هاد الاخر اللي خرج ليا يو ان موان 3 على موان 4 بلس موان يو ان بلس 4، خرجت ليا سالب على موجب سالب، يعني انفيريور ا 0 حيت سالب على موجب سالب. الوغ من وراها الوغ كنكتب في هاد مونطرون كو الوغ يو ان بلس 1 راه صغر من 3، دو كنكتب فيها هادي يو ان انفيريور ا 3 وكنزيد عليها داك كيلكو سوا ان ا بارتي لونسومبل ان. شوفوا مزيان، هادو اللي ما بغاش يديرهم ما يديرهمش، اللي يوصل هنا ديريكت ويجي يقول لي اون يدرس البسط بوحدو والمقام بوحدو بنفس الطريقه. صافي مفهومه. هاد الاولى ما خاصهاش تضيع نهار الوطني حيت ساهله. السؤال الثاني اللي كيكو يكون او الثالث، السؤال الثالث اللي كيكون بالنسبه للسؤال الثالث غيجي غيقول لك ثوازيام كاسيون اللي تقدر تكون، اما غيقول لك اتيدي لا مونو طوني دو يو ان ولا مونتري كو يو ان اي تون سويتش المهم اي كرواسونت croissante ou la montrer que un est décroissante. Ça fait
ثم تسمع هذا السؤال اتش دي راه مونوطوني دو او ان مونتري كو ان راه كرواسونت لا مونتري كو ان اي داك كرواسونت هادشي كامل كيعين نفس السؤال يعني عندو نفس السؤال يعني هاد الطريقه ديال الصياغه ديال السؤال بحال بحال مونتري كو ان كرواسونت لا اتش دي لا مونوطوني ولا داك كرواسونت هادشي كامل كيعين نفس الحاجه اش كيعني فما تسمع انت هاد السؤال فراسك فما تسمعو غتجي غتقولي خاصني نحسب ها هي العلاقه غتجي غتحسب او ان بلس ا موان او ان غتشدها غتحسبها يعني غنحسب هنا غدير الحساب حساب ملي غتحسب غيخرج لك واحد التعبير في الاخر هذاك التعبير غتشدو واش غدير ليه ايتود دو سين ايتود دو سين راه قلت لكم في لي سويت باش كنخدم ديما بسيبوزون هذاك الافتراض يعني السؤال الاول كتبقى خدام به ملي غدير هادشي كامل وغتحسب غتعرف الاشاره خرجات لك الحاله الاولى الثانيه الثالثه ولكن نتوما كاينين جوج باش خرج لك ان بلس ان موا ان يعني ملي داكشي اللي خرج لك في الاخر خرج لك موجب غتشبل لي ان كي غتكون اي كرواسونت خرجات لك ان بلس ان موا ان انفيريور ا زيرو تكتب لي ان كي دايره اي دي كرواسونت خرجات لك ان بلس ان موا ان ايغال ا زيرو غتكون او ان كي دايره كونستانت يعني ثابته ولكن هادي ما كتكونش عندك ايه هادي يا هادي صافي يعني فما تشد مع هاد السؤال وتحسب هاد الشيء اللي قلت لك دابا وغديري لي تيود دو سي نحاول ندير شي اكزومبل ونشوف كي غيخرج ليا مثلا هنا غندير اكزومبل غنجمع فيه السؤال الاول والثاني والثالث باش يعني نحط جوج نقاط ولا نقطه ونص نضمنهم شوف معايا هنا شوف حيد هاد الورقه عقليه على الاسئله غنجي هنا غنعطيك اكزيرسيس يعني نص تقريبا ديال ناسيونال الجزء البارتي الاولى كامل محيد منها غير سؤال غنجي غنقول لك او ان بلس ان كتساوي واحد على جوج او ان بلس ان سور كاتر غنعطيك او زيرو ايكال ان هنا نقول لك كالكو سوا ان ابارتي لونسومبل ان غنجي في السؤال الاول غنقول لك كالكولي مثلا او ان السؤال الثاني غنجي غنقول لك مونتري كو او ان راه سوبيريور ا ان سور دو كلكو سوا ان ابارتي ا لونسومبل ان السؤال الثالث غنقول لك مونتري ولا اتيدي بشكل عام اتيدي لا مونوتوني طوني دو اما غنقول لك لا مونوتوني ولا كانت كرواسون نقول لك مونتري كو كرواسون ولا كانت ديكرواسون نقول لك مونتري كو ديكرواسون بشكل عام قلت لك لا مونوتوني ديال او ان شوف نبدا الاسئله ديالي السؤال الاول قلت لك ملي كتبغي تحسب او واحد كتقول لي او واحد كيساوي غتمشي للتعبير بغيت نحسب او واحد تولي عندك او زيرو او واحد كنعوض اللي قبل منه قلت لك او واحد تولي عندك او زيرو غتولي عندك واحد على جوج او زيرو زائد واحد على اربعه كون قلت لك او جوج غتولي عندك او واحد كون قلت لك او ثلاثه غتولي او جوج او مية غتولي او 99 صافي او زيرو غتعوضو بالقيمه ديالو او زيرو عطاتك القيمه ديالو هي واحد على جوج او زيرو غتعوضو بالقيمه ديالو شحال كيساوي في الثمن اللي عطيتك هي واحد ها هي واحد زائد واحد على اربعه عطي الكالكولي كان عندك مشكل في الحساب ما عندكش حسب بوحدك الضرب كيسبق الجمع يعني واحد على جوج في واحد هي واحد على جوج زائد واحد على اربعه الا حسبتها تخرج لك هنا اربعه ثلاثه على اربعه هذه هي او واحد انت جمعتي النقيطه ديالك السؤال الثاني اسمع السؤال الثاني مزيان الله يرضي عليك مونتري كو قال لك او ان سوبيريور ا ان دومي كيل كو سوا ان ابارتيا لونسومبل ان باش هنا غندير ثلاثه لي زيتاب اللي قلت لك ليتاب الاولى غتجي غتقول لي بور ان ايغال غتبقى لي هو الزيرو ولا واحد خدام في لونسومبل ان يعني غتقول لي زيرو اون اون هذاك الشيء وريتك قبيله غتعاودو بور ان ايغال زيرو اون هاد الزيرو غتعوضو هنا غتولي عندك او زيرو كمل هذاك الشيء كبر من واحد على جوج كتساوي وحط القيمه اللي عندك ديال او زيرو هي واحد في التمرين هاي عقل بوخ ان ختام في ان زيرو ان اطور غندير واحد اون عاودتي بزيرو غتولي عندك او زيرو دير شي واحد غتولي عندك او واحد كتساوي غتحط القيمه ديالو غتكمل عندك كبر دير كبر عندك صغر دير صغر وكتب وفي الاخر غدير بي في بروبوزيسيون فري ليتاب الثانيه سوبوزون غتشد السؤال غدير ليه كوبي كولي ما غتبدل فيه والو او ان كبر من واحد على جوج سؤال الاخر تقول لي مونطرون كو غتشد السؤال اللي عندك غتحيد ال تحتاني وغتعوضها باش بان بلس ان
كبر من واحد على جوج صافي غتحيد ان تعوض ب ان بلس 1. من بعد قلت لك كتجي كدير هذا ناقص هذا غتجي غدير ليه يو ان بلس 1 ناقص واحد على جوج كيساوي ناقص واحد على جوج غتبقى يو ان بلس 1 غنعوضها بالقيمه ديالها. ها هي القيمه ديالها في التمرين كنكون عاطيها لك وكتبها هنا هي واحد على جوج يو ان. قلت لك ملي تشوف واحد على جوج يو ان شرحتها لك قبيله راه بحال اللي كضرب هذا في هذا هي واحد في يو ان راه هي يو ان على جوج بحال هذا كيطلع الفوق هذا كيطلع هنا هي يو ان على جوج زائد واحد على 4. مثلا عطيتك هنا جوج على 3 يو ان غدير هي جوج يو ان على 3 رجعتها لكم قبيله. من بعد هنا ولات عندي الاولى ناقص الثانيه خاصني ندير خاصني نوحد المقام المقام الموحد هنا الا بغيت نوحد المقام هنا عندك جوج وعندك 4 يعني المقام الموحد هو 4 حيت كاينه علاقه ما بين جوج و 4 ما كانتش علاقه بيناتهم كضرب هذا في هذا. دابا المقام واحد هو 4 دابا كتشوف كل حاجه فاش ضربتها باش ولات 4 جوج فاش ضربتها باش ولات 4 في جوج حتى الفوق نضرب في جوج جوج في اي ان تولي جوج اي ان هنا 4 وبقات 4 يعني ما تبدلاتش الفوق ما غاتبدلش زائد واحد نكمل الاشاره اللي عندي هنا ناقص حطيت ناقص جوج فاش ضربتها باش ولات 4 ضربتها في جوج يعني حتى الفوق نضرب في جوج واحد في جوج هي جوج. من بعد غنحسب هاد الحدود المتشابهه يعني اللي كيتشابهوا نحسبهم يو ان ما كاينش شي حاجه فيها يو ان غتبقى بوحدها جوج يو ان واحد ناقص جوج هي ناقص واحد كلشي على 4 ما بقات حتى حاجه تحسب كنكمل. قلت لك ملي كتكمل ملي كتكمل يعني ملي كتكمل الحساب كتشوف ليتيود دو سين يعني باش نعرف واش موجب ولا سالب. قلت لك في ليتيود دو سين كتقسم البسط بوحدو والمقام بوحدو كانت شي حاجه باينه ما كنديرش لا ليتيود دو سين كانت ما بيناش كندير لا ليتيود دو سين بهذيك سوبوزون يعني بهذيك سوبوزون اللي عندك هنا صافي مزيان. شوف هنايا بالنسبه ليتيود دو سين هنا بالنسبه ليتيود دو سين شوف معايا مزيان هنا المقام بين بوزيشي فين بقى عندك مشكل الفوق الفوق غتجي غتقول لي اون غتحط سوبوزون اللي عندك يو ان كبر من واحد على جوج عقل على هذه ديما فما نقول لك دير لي ليتيود دو سين قول لي ان يو ان كبر من واحد على جوج في التمرين شي تمرين اخر خذ دير التمرين وخدم بها اون يو ان كبر من واحد على جوج. دابا هذه قلت لك هاد الاول خاصك ترجعو بحال هذا خاصني ندير ليه التعطير اش غندير غندي عندك يو ان غنضرب هنا عندك جوج يعني غنضرب في جوج وغنضرب في جوج كون عندي 3 نضرب في 3 ونضرب في 3 غتولي عندي 2 يو ان كبر هنا واحد على جوج حتى هي غنضربها في جوج غتولي عندك هنا جوج يو ان وحسب كبر واحد على جوج في جوج الا حسبتيها غتمشي جوج مع جوج غتبقى ليا شحال واحد هاي الاولى ولات هاي اش خاصني ندير لها ناقص واحد نقص ثاني واحد ونقص واحد ناقص نقص ونقص داكشي اللي عندي زائد نزيد ونزيد داكشي اللي عندي كنديرو عندي ناقص واحد شوف واش غندير انا غنقص واحد من هنا كبر من واحد ناقص واحد هو شحال زيرو ها عاد كبر من زيرو كي داير موجب يعني الفوق موجب وموجب على موجب موجب ثلاثة الجمل اللي قلت لك دونك الوغ من وراها دو وكون مريقل ما تزقلهمش دونك كتكتب في هذا التعبير الاخر كيخرج دونك جوج يو ان موان زان على 4 كبر من زيرو فوالا مروان تبع معايا مزيان كبر من زيرو بوزيتيف على بوزيتيف بوزيتيف الوغ من وراها الوغ اش غيكون عندي قلت لك كتكتب في هذاك مونطخون كو الوغ يو ان بلس 1 سوبيريور ا 1 دومي يعني دو كتكتب في هذاك سوبوزون اللي عندك دو يو ان سوبيريور ا 1 سور 2 كيلكو سوا ان ابارتيان ا لونسومبل لونسومبل ان صافي مفهوم. ها هو السؤال الاول خرجته السؤال الثاني الاول خرجته الثاني كملت هو خرجته بقات لي ايتيدي لا مونوطوني لا مونوطوني عطيتكم العلاقه ديالها لا مونوطوني قلت لكم شنو هي العلاقه ديالها قلت لك فما تسمع ايتيدي لا مونوطوني عطيتكم العلاقه اللي تخدم بها ها هي العلاقه فما تسمع ايتيدي لا مونوطوني مونتري كيو ان كرواسون دي كرواسون هاد العلاقه غتحطها غتحسب يو ان بلس 1 موان يو ان غتجي غتكتبها لي هنا. السؤال الثالث غتقول لي خاصني نحسب يو ان بلس 1 غتجي غتقول لي خاصني نحسب يو ان بلس 1 موان يو ان ايغال يو ان بلس 1 غنعوضها بالتعبير ديالها وغتبقى موان يو ان يو ان بلس 1 عطيتها لك في التمرين هي هذه هاهي راه هي الفوق هذه غتعوضها هي واحد على جوج يو ان بلس 1 سور 4 غتحطها هنا هاهي هي يو ان
على جوج بلوس 1 سور 4 هادشي اللي عندي هايا يو ان قلت لك راه دي شرحتها لك راه هي يو ان سور 2 بلوس 1 سور 4 موان يو ان اش خاصني ندير ثاني عندي مقام نوحد المقام مقام واحد عندي جوج وربعة المقام واحد وربعة ديال دابا جوج فاش ضربتها في ثلاثة ربعة ضربتها فاش في جوج الفوق نضرب في جوج غنشوف عندي 2 يو ان ربعة بقات ربعة يعني الفوق تبقى واحد هنا ملي كان عندك والو في المقام بحال اللي كاين واحد واحد فاش ضربتي بجوج ولا ربعة في ربعة حتى الفوق نضرب في ربعة غتولي عندي ناقص ربعة يو ان نحسب الحدود المتشابهة الحدود اللي كتشابه هنا هي يو ان مع يو ان 2 يو ان موان 4 يو ان هي موان 2 يو ان غتبقى ليا بلوس 1 سور 4 جوج يو ان ناقص 4 يو ان هي موان 2 يو ان بلوس 1 على 4 مزيان هادشي مابقى ما يتحسب فيه ثاني وقفت هاي كتبتها لك هنا باش كتخدم ثاني ملي كتوقف كتشد العدد اللي بقى لك في الاخر وكدير لي ليتود دو سين باش كتخدمها بسيبوزون ورجع لسيبوزون اللي حطيته قبيله في نهايه هاي غتشد غتحطها حداك تقول لي اون يو ان راه سوبيريور تقول لي اون يو ان راه سوبيريور على شحال الان سيغ دو وغنحسب هذاك الشيء كي غيخرج واش غنكتب ليه هنايا هاي غنجي هنا غنكتبها هنا اون يو ان مالا سوبيريور ا ان دومي كبر من واحد على جوج هاي دابا هادي خصنا نرجعها بحال هادي المقام هنا موجب بقى عندي مشكله الفوق ها هي يو ان يو ان فاش خاصني نضرب في ناقص جوج غنضرب هنا في ناقص جوج في ناقص جوج قلت لكم قبيله حديو فاش كتضرب في عدد سالب الرمز يعني الترتيب كيتقلب الرمز غيتقلب غتولي عندي هنا موان 2 يو ان غتولي هنا انفيريور وهنا غتولي عندي ان دومي فوا موان 2 فوالا هنا موان 2 يو ان هنا غتمشي 2 مع 2 غتبقى ليا موان مع 1 هي موان 1 صافي هاي ولات الاولى اش خاصني ندير نزيد واحد زيد واحد هنا وزيد واحد هنا تولي موان يو ان انفيريور ا موان زان بلس ان وموان زان بلس ان هنا ثاني خاصني نزيد واحد زدت واحد هنا زدت واحد هنا باش نوصل لهذا التعبير هنا تبقى لك موان دو يو ان بلس ان انفيريور ا موان زان بلس ان هي زيرو عدد صغر من زيرو يعني كي داير راه نيجاتيف سالب صافي دابا كيخرج الفوق سالب والتحت موجب دونك سالب على موجب كيدير سالب يعني دونك موان دو يو ان بلس 1 سور 4 راه انفيريور ا زيرو الوغ اش غندير ليه دابا هنا اللي خرج هذا الشيء سالب اللي كانوا دابا هذا الشيء كيساوي هذا الشيء كيساوي هذا الشيء كيساوي هذا الشيء كانوا جوج الحوايج متساويين كان هذا نيجاتيف كي غيكون هذا نيجاتيف كان هذا بوزيتيف كي غيكون هذا بوزيتيف دابا كيخرج هذا نيجاتيف دونك هادشي كي غيخرج شاوا نيجاتيف دونك الوغ هنا دونك هادي يعني الوغ يو ان بلس 1 موان يو ان انفيريور ا زيرو يعني قلت لك يعني الا كانت هادشي انفيريور ا زيرو اش كيعني الوغ الا كانت شي انفيريور ا زيرو اش غتكون يو ان كي دايره يو ان ايتون ايتون سويتش كي دايره ديكروسانت كره كنكبر من زيرو غنقول لك دايره كرواسونج نتمنى هادشي يكون مفهوم هادي الجزء الاول يعني حنا درنا الجزء الاول ديال المراجعه دابا ان شاء الله اللايف جاي غيكون يعني خاص نكمل فيه هادشي يعني لا كونفيرجون اون دوز سوي جيومتريك او اريتميتيك او اكري اون في ان اون فونكسيون ديال يو ان وكيفاش نكتب نحسب لي ليميت او لا سوم اكسترا المهم نتمنى هادشي يكون مفهوم اللايف يتعاود وتا اللايف الجاي ان شاء الله وحنا معاكم تدوز الامور بخير.